انا قلت لك برضو مشكلتك ان انت بتستعجلي في حل الاسئله. فافتحي لي الكتاب، ثواني اقول لك صفحه كام. طب طب كيف؟ السلام عليكم. ثواني هفتح كده اشوف الكتاب معايا. شايفين انت حضرتك؟ نعم مالك ازيك؟ الله يسلمك. عاملة ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبه يا رب. رمضان كريم الله أكرم، الله أكرم يا رب علينا وعليك تكون. يا رب. ربنا نضربها يخليك. لك؟ ليه؟ ما بتسمعش الكلام صح؟ لا هي بس ما بتبعتليش الواجبات، هي بتقعد تقولي انا حلاهم، وانا عارفه ان هي حلاهم، هي ما بتكدبش عليا رودينا، انا عارفه متسرعة. هي ومتسرعه، بتتسرع بسرعه وبتستسهل الامتحان، تقولي الامتحان تافه، وممكن تقع في سؤال بسيط قوي لمجرد ان هي بس شايفه ان الرياضه سهله وبسيطه وتافهه، فبتقع في حاجات يعني هبله. عشان كده دايما اقول لها لما يجي الامتحان ركزي، ما تحليش على طول، مش مهم ان انت تخلصي بسرعه، مش مهم ان انا اخد 10 دقايق او ربع ساعه في الامتحان، المهم ان انا احل الامتحان صح. كده كده هو مديكي الساعتين بتوع الامتحان، مديكي ساعه للامتحان، خدي الساعه بتاعتك. ربنا يعينك يا رب، ده اللي انا نفسي دايما تعمله. يا رب ربنا يهديه. ربنا يهديها يا رب. بس هي ما شاء الله يعني هي شطوره معايا ومتابعه بصراحه، وبتتابع على طول معايا، وفي الامتحانات حلوه، ما بتنقصش كتير. بس انا عايزه بقى نقفل، يعني انا مش عايزه انقص، انا عايزه نقفل، إن يعني شاء انا اوصل الله معايا ان احنا نقفل الامتحان مش ننقص. يا رب العالمين. ماشي يا مستر، السلام عليكم. يعني انا عايزاكي بس تقولي لو هي بتحل الامتحان تحل بالراحه، ده اللي انا عايزاه. ماشي حاضر. ماشي، كل سنه وانت طيبه. وخليها تصور لي الواجب اللي هي بتعمله، هي بتعمله مش بتصور الصفحات وتبعتها لي. حاضر يا مستر، حاضر. أنا يا حاضر. ماشي حبيبتي، تسلميلي يا رب، تسلميلي. ماشي، السلام عليكم. مع السلامه. صفحة كام يا بس؟ بصي على ما أظن 80 أو 82، استني كده. بصي كده صفحة 82، تمارين 82. ماشي يلا بينا، ده اختبار على المفهوم الأولاني عشان نبدأ بقى في المفهوم الجديد إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. بسم الله. جبت الصفحة؟ أيوة. يلا بينا. أول سؤال، إذا قرأت لنا 45 صفحة في 15 يوم، فإن معدل ما تقرأه لنا في اليوم الواحد كم صفحة؟ هنعمل ايه؟ يا 45 و15. برافو عليك، ممتاز. يلا قولي لي تاني. ثلاثة. برافو عليك، 3. شطورة، صح. يلا السؤال اللي بعد. يحصل سيف على 720 جنيه مقابل العمل لمدة 8 ساعات، فإن معدل مكسبه في الساعة عايز بيساوي معدل الساعة. 270 نعمل. وسبعين مع التمانية. برافو عليك. يا ريت بقى عارفة لو جنبها تكتبي الخطوة، يعني تكتبي كده 270 دي 720. 720، معلش 720 على الثمن. لما بتكتبي الخطوة بيبقى أفضل، تمام. 720 على الثمن. يلا قولي لي فيها الكام. نغير اضرب شقلب عادي. ليه سهلة؟ انت مالكيش دعوة بالصفر، كأنك بتسيبي 72 على الثمانية. 72 على الثمانية فيها الكام؟ ونيجي نقسم زي القسمة المطولة عادي حر. 90. بس شفتي جات ازاي سهلة؟ مين في بنزل على دول الفور. معدل واحدة؟ ماشي عدلته. يلا، احنا طبعا عارفين الفرق ما بين المعدل العادي ومعدل الواحد. رقم جيم، 7 بطاقات لكل لاعب. برافو، تاني ده صح وده صح. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعده.
معدل الكفاءة الطبيعية تنتج 240 صفحة خلال دقيقتين. معدل الكفاءة الطبيعية تنتج 360 صفحة خلال أربع كأنك دقائق. بتقارني ما بينهم، كأنك بتقارني ما بينهم يا رودينا. يلا نجيب ده لوحده ونجيب ده لوحده. واحدة واحدة. هتعملي ايه الأول؟ بص أنا مثلا هجيب لك الناتج على طول. ماشي. طب قولي لي معدل الآلة الأولى هيبقى كام ومعدل الآلة الثانية هيبقى كام؟ لحظة واحدة. بس لحظة واحدة، انا واقفه والله أنا انا اتكلمت. إيه؟ ربما بعد تبقى إيه؟ يعني قولي لي أعملها إزاي؟ تبقى خرابة. طيب معدل الآلة الأولى هتجيبيه ازاي؟ هو ده اللي أنا عايز أعرفه. ما انت لسه جايبه المعدل فوق اهي، ما هي نفس الخطوات بتاعت اللي فوق، ليه؟ زي المسألة اللي فوقيها دي وزي دي، زي رقم واحد وزي رقم اتنين. بجد؟ اه والله عايز المعدل. هتجيبي معدل جي، معدل جي يعني هتعملي ايه عليه؟ هقسم ماشي. تلزمي كام؟ 420 على 2، دي 240. أو هقسم 240 على 2، يلا فيها الكام؟ برضه مالكيش جواب. الصفر كأنك بتقسمي 24 على 2. لا يعني لما الرقم 120. تبقى 120. برافو، يبقى دي 120. طب اجيب معدل للآلة التانية. واحدة واحدة معدل الآلة التانية تعملي ايه؟ التسعة برافو. تسعين 9. 90. يبقى أكبر منه ولا أقل منه ولا يساوي؟ ايه؟ ولو كنت حاسباه من غير ما احط الزيرو. ماشي. يلا قارني بقى ما بينهم. هيبقى اكبر من أكبر من. برافو عليكي. يلا عايزة هنا معدل الوحدة لكل ساعة. بس احنا فكري فيها. هنعد بالخمسة، ماشي. هنعد بالخمسة. ايه هتعدي بالايه؟ بالخمسة نط 15 في 26، لا أصدقاء بقى 50. وعايز معدل الوحدة كام؟ المعدل يعني هنا دي 6 صح؟ يبقى الأرقام هنا كام؟ دول لحظة يا بيبي، ما فاتش احنا دلوقتي نجيب اللي هو جدول الخمسة. لا لا. طب بصي انا ممكن احسب لك دي غلط واشرحها لك، بس هي لا سهله. لا طيب ماشي. طب مش هو عايز لكل ساعه؟ ايوه يعني الستة دي المفروض اخليها كام؟ واحد واحد. شوفي انت عملتي ايه الستة عشان تبقى واحد، فنفس اللي اعمله تحت سبعة اعمله فوق، ستة بس كده هيبقى فيها الكام؟ ستة تسعة. بس كده. شفت سهلة ازاي؟ لما يقول لك لكل ساعة يعني هنا دي لكل 6 ساعات، لا انا عايزاها لكل ساعة واحدة. اه يبقى الستة دي انا عايزاها واحد، يبقى قسمت على الست، وزي ما اقسم تحت اقسم فوق، يا 9. برافو عليك. يلا عايزة هنا معدل الوحدة. تحضر فريد 40 كوب عصير في 80 دقيقة. عايزة معدل الوحدة. خلي الأولى هنا دي عايز دقيقة لكل حاجة كوب. ها بس ايه؟ هنتهي الأصفار. ماشي صح. الأربعة التمانية لا بصي بصي هنا يا رضاينة قال لك مش ايه؟ لحظة هقول لك
قال لك هنا ايه؟ بصي بس على المعدل ده، بصي على ده، قال لك ايه هنا؟ دقيقة لكل كوب. يبقى انا هاخد الدقيقة الاول. هنقسم الـ80 على الـ40. ماشي، شوفي فيها الكام. الـ80 تقبل على الـ ايه؟ هقولها طير الأصفار، هتبقى 8 على 4. طيري فيها في الـ8 تقبل الاسم على الـ2، ليه؟ ليه يبقى ليه؟ 8 على7. 4 كام؟ مش مستاهلة. معايا 8 جنيه، عايزة أقسمهم على 2 كل واحد فيهم. بس يا الكام؟ بس اتنين خلاص، لواحد، 2 على 1. بس ما هو خلاص، هي 2 دقيقة لكل كوب. يلا السؤال اللي بعده، عايزة معدل ما يقطعه القطار في الساعة الواحدة. بصي أنا عايزاكي في الأسئلة اللي زي دي، مثلا السؤال اللي فات ده انتي كنت هتقسمي 40 على 8، هو هنا قال لك كوب لكل دقيقة ولا دقيقة لكل كوب؟ دقيقة لكل كوب. طب لازم أبص على اللي هو عايزه، قال لي اه بس دقيقة دقيقة. اصلا يا مس المسائل دي ما جاتش في الامتحان، ما أنا اللي عارفة، ما يجي عشان دي، عشان دي الوحدة الجديدة يبقى هتبقى موجودة في امتحان الشهر ده اللي احنا فيه. والمس قالت اصلا ما ياش هتجيبهم في الامتحان. هيجوا في اختبار اللي هو الجديد. لا، ما انا الاختبار اللي انا بعته لك على الوحده اللي فاتت، على الوحدات اللي فاتت، على الثامنه والتاسعه. لا يا مس، امتحان المدرسة مس قالت ان هو هتجي في الدرس ده. مش هيجي فيه ده صح؟ أيوة، ما انا عارفه، ما انا شفتي عشان هو ده الشيخ. مش انا بعت لك امتحان شهر؟ أيوة، أنا عارف، ها؟ ما أنا ما فيهوش ده، حليته. ما فيهوش الاسئله دي. ما كملتيش بقيت اسئلتي، وانتي حليتي كملتي بقيت الاسئله. هاتوني بسرعة حلولي في ثواني. انا ما اديتكيش درجه، خلي بالك، عشان انتي السؤالين الاخرين انتي مش عملتيهم. طب هتقفل الحصة قبل ما أحلهم ليك؟ هبعتهولك وحليلي اخر سؤالين عشان اديك الدرجه بتاعتي. يعني ماشي مينفعش تجيبيه في الحصة دلوقتي، أحله. ماشي، ممكن اكتبهم لك. ماشي يلا نكمل. طب ده الأول عشان ناخد درجته. ماشي، ماشي يلا، إذا ما فات تمانية بيقولك يقطع ايه؟ دور السؤال تمانية الأول. يقطع القطار بمسافة 180 كيلومتر في 6 ساعات، فإن معدل ما يقطعه القطار في ساعة واحدة 8 كيلومتر. 8. طب والصفر وديه فين؟ 80. نين. شفتي بقى ان انت التسرع ده هو اللي هينقصك، والنهارده هنقصك على الحته دي عشان قلت لك التسرع ده هو المشكله. يلا، عايزه هنا معدل الوحده، عايزه دي بس 3 أسرع يا ما جبتها. عشان انت انا قلت لك 8، قلت لي اه 8 يا ميس، اه 8. يلا، عايزه معدل الوحده. لحظة واحدة، سهل، التلاتة دي في 4، ده تتقسم على 4 مثلا؟ لا ليه تتقسم على زي ده؟ الستة احنا عاملينها 3، واحد. تتقسم على 3. بس 3 مفيش فيها 48. لا لا عادي، اقسمي، اعمليها اسم مطولة طالما مش عارفة. اهو يلا تعالي نقسم. اهو فاضل لحظة واحدة، ادي 48 على 3، هتضربي 3 في كام؟ بتاع 4 الاول. لحظة واحدة. إيه الـ4 مثلا؟ هنقول الـ3، هنقول الـ1، ماشي، ماشي، واحد صح، برافو عليك. تحت 3 يبقى طيب 1، هيبقى كام؟ 8 يبقى 18، 18. 3 في 6 بس كده اهو، هجيكي جبت النتيجة. بناتك كام؟ ماشي. 16. يلا آخر سؤال.
اقرأي السؤال كده. 24 طالب من الصف الرابع ب 120 جنيه لمستويات الطلاب اللي محتاجين، بينما تبرع 25 طالب من الصف السادس ب 200 جنيه، أيهما كان معدل تبرعه أكثر؟ بس لما يجي سؤال زي طالب كده الصف نكتب الرابع كده، أم طالب الصف السادس؟ ماشي. هنجيب الأول معدل بتاع الصف الرابع لوحده، هتقسمهم؟ ماشي، هنقسم والسادس يعني. لوحده، ماشي. اقسمي معدل الوحدة للصف الرابع، هتقولي كام على كام؟ 24 على 120. بصي يا حبيبتي، احنا بنقسم الفلوس اللي دفعوها على عددهم. 120 على 24. خلي بالك الحاجات دي هتلخبطك. 120 على ال24 فيها الكام؟ يلا سيم، يلا الرابع هيبقوا 20. لا، 120 على 24 مش 20، يعني 20 في 24 ب 120. طب اسمح، احنا طيرنا الصفر ماشي؟ ليه انت ثواني، انت هو انت بتطيري ليه؟ انا عايزه افهم بقى المعلومه دي. انا بطيره لما يبقى في صفر تاني تحت، يعني مثلا يعني 80 مثلا على 40، يعني هنا طير الصفر مع الصفر. اما 120 على 24 انا هطير الصفر مع مين؟ ما هو مفيش صفار اهو، ليه اطير الصفر؟ في هنا صفر؟ لا مفيش خلاص صفر، انت هتطيري مين على مين مع مين؟ فاهمة؟ لو في هنا صفر هطير ده مع ده، أما ما فيش. لا احنا هنا بنقسم ال 120 على 24، 120 على 24 هي. تقعدي تكتبي جدول 24. جربي كده، جربي في 2 في 3 في 4 في 5. بس هم 5 5. برافو عليك، فيها الخمس. طب انا هكتب خمسة ايه بقى جنبها؟ 5 لكل طالب، خمسة ايه الاول؟ هي دي 5 ايه؟ 5 جنيه. ايوه كده، 5 جنيهات لكل طالب. يلا الفصل الثاني بقى، جنيهات وبالسيف هتعملي ايه؟ 200 200 على 25. على 25، صح؟ يلا نقسم 200 على 25. السؤال ده خدت فيه ال5 درجات، السؤال ده احنا ناقصنا نص. لا ده دي الدرجة كام؟ 200 على 25، لا لا لا،
ايه لسه 375، لسه جيب 200 كده خلاص. 200 على 25. الله يسهل. بص ما بجيبها اهو. ده عايز ماشي. فيها الكام؟ 8 8. برافو عليك، شطور. 8 جنيه لكل دور. 8 جنيهات لكل. مين أفضل؟ الصف الرابع ولا الصف السادس؟ مين الأفضل؟ السادس السادس. بس برافو عليك. طب أنا هنقصك نص درجة. ليه يا ميس كده يا ميس؟ ليه يا ميس كده يا ميس؟ تسعة ونص يا مس. اه يا ميس، ما عشان انتي انا قلت لك 8 عشان تتعلمي ان انتي ما فيش تسرع. 9.5 10. حلو، كان ممكن تقفلي والله. عرفي كده يعني، بس تصوروا. يلا بينا بقى نبدأ بقى الدرس الجديد. بسم الله. برافو يا رضا، دايما مبسوطة منك على فكرة. يلا بينا. شكرا ليك يا اسر. ادي لنفسك 9.5 من 10 في الكتاب. ها بص، احنا خدنا المعدل صح كده؟ المرة دي بقى هناخد بقى كيفية التحويل واستخدام معامل التحويل. ايه معامل التحويل؟ اولا معامل التحويل دي انا بقارن ما بين نسبة بين كميتين متساويتين. طب انا عندي وحدات كتيرة قوي، زي وحدات مثلا الطول، وحدات الوقت، وحدات الكتلة، وحدات السعة. طب تعالي نفرق ما بينهم ونقسمهم الاول. وحدات الوقت، ايه الوقت مثلا اللي عندك؟ اليوم مثلا فيه كام ساعة؟ 24 والساعة فيها كام دقيقة؟ 24 60 60 دقيقة. والدقيقة فيها كام ثانية؟ دقيقة فيها 60 60 ثانية. طب الأسبوع فيه كام يوم؟ 7. بس هي دي اسمها وحدات الوقت، اللي هي بتتكلم معايا عن الوقت. ايه هو الوقت؟ عندي الوقت عبارة عن يوم، دقيقة، ساعة، ثانية، أسبوع. خلاص تاني، يبقى أول حاجة عندي وحدات الوقت. ايه هي الوقت؟ الوقت اللي عندي زي اليوم. اليوم فيه كام ساعة؟ قلنا 24 ساعة. طب أجي الأسبوع، الأسبوع أصلا فيه كام يوم؟ 7 أيام. رابع طب الساعة والدقيقة الاتنين بيبقى فيهم 60. الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. يبقى دي كلها اسمها وحدات الإيه؟ الوحدات الوقت الوقت. خلاص كده اتفقنا. طب نيجي للطول. الطول اللي أنا بقيسه، انا عندي اكبر حاجه بقيس بيها الاول الكيلومتر. طب الكيلومتر في كام متر؟ ألف يبقى الكيلو في 1000. طب نيجي بقى للاطوال الاصغر منه شويه، اللي هو المتر. المتر في كام سنتي؟ مية المتر في 100. 100 سنتي. طب نيجي للاصغر شويه، الحاجات اللي انا بقيسها اصغر. الديسي في كام سنتي؟ 10 10. والسنتي الواحد فيه كام ملي متر؟ فيه عشرة 10. تاني الكيلومتر، أول حاجة ده الكبير. الكيلومتر فيه كام متر؟ الكيلو في 1000 1000. أما المتر فيه كام؟
في كام سنتي؟ المتر فيه 100 سم. طب الديسي متر فيه كام سنتي؟ فيه 10. 10. طب السنتي فيه كام ملي؟ فيه 10 برضه. دي اسمها وحدات الطول اللي انا بقيس بيها الاطوال. خلاص كده، طول عمارة، طول شارع. طب نيجي بقى للكتلة. دلوقتي انا لما اجيب مثلا ايه طن، مثلا اللي هو طن مثلا ايه، مثلا جبسن بورد، حاجة كراتين، حاجة ساعة كبيرة، الحاجات دي كلها تتقاس. ما ينفعش اقيسها بقى بالكيلومتر ولا الحاجات دي، لا. الكتلة هنا انا اقيسها بالكيلو جرام والطن، بالكيلو جرام والايه والطن. طب اول الاتنين زي بعض، الكيلو جرام فيه 1000 والطن فيه 1000، بس الكيلو جرام فيه كام جرام؟ فيه 1000. طب الطن في كام كيلو؟ فيه برضو 1000. اتفقنا كده؟ تمام. يبقى دي اسمها وحدات مين؟ الكتل الكتلة اللي انا بقيس بيها الحاجات. طب تاني، الطن فيه كام كيلو جرام؟ لكتير الطن في 1000. اه، في 1000. طب الكيلو جرام فيه كام جرام؟ 1000 1000. زي مين؟ زي الكيلو متر والمتر. يعني انا عندي 3 كده زي بعض، الكيلو متر والطن والكيلو جرام، الثلاثة بيبقى فيهم 1000. خلاص كده، يبقى الكيلو متر فيه كام متر؟ تقولي لي فيه 1000 متر. طب الطن فيه كام كيلو جرام؟ فيه 1000 برضو كيلو جرام. طب الكيلو جرام فيه كام جرام؟ فيه برضو 1000. اتفقنا؟ يبقى مين اللي زي بعض يا رودين عشان نحفظهم؟ التن والكيلومتر والمتر. انت قلتي الكيلو متر، يبقى الكيلو جرام. يبقى انا عندي كيلو متر، كيلو جرام، طن. خلاص خلاص كده اتفقنا. يبقى عندك مين ومين ومين؟ كيلومتر ومتر وجرام. لا مش متر، كيلو متر وكيلو جرام وطن كيلوجرام وكيلومتر وطن والايه وطن والطن، كلهم فيهم كام؟ يوم 1000. 1000. طب نيجي بقى السعة. السعة دي ما بتتقاس غير باللتر. السعة دي ما بتتقاس غير بالايه؟ باللتر. طب هو اللتر فيه كام؟ في 1000. اللتر فيه كام ملي؟ 1000 1000. تاني قوليهم لي تاني كلهم. عندنا الوحدات بتتقسم لكام وحدة؟ وحدات ايه وحدات ايه وحدات ايه وحدات ايه؟ الساعة والوقت والطول والكتلة. طب قولي لي وحدات الوقت الأول. الأسبوع فيه 7 أيام، واليوم فيه 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، ودقيقة فيها 60 ثانية، والطول الكيلومتر فيه 1000، والمتر فيه 100، والديسيمتر فيه 10، والسنتيمتر فيه 10. برافو، 10 مليمتر. برافو. طب نيجي بعد كده عندنا وحدات مين تاني؟ الكتلة فيها 1000 و1000 1000 كيلو جرام، والكيلو جرام فيه 1000 جرام. تمام. وحدات آخر حاجة وحدات مين؟ وحدات الساعة طيب الساعة اللي هو ما بنقيس الساعة غير باللتر. يبقى أجي أقول لك من وحدات الساعة هي، تقولي لي مين؟ اللتر. ها؟ اللتر اللتر. خلاص كده اتفقنا. يبقى اللتر، اللتر فيه كام ملي متر؟ ملي لتر. في أنا هل فيها كده مشكلة؟ طيب لا ايه بقى معامل معامل التحويل بقى؟ لما اجي اعمل معامل التحويل، لما اجي احول، يعني انا مثلا الكيلو جرام، احنا عارفين ان الكيلو جرام فيه 1000 صح؟ ها؟ انا بكتبها أيوة كده، انا عايزه احول الكيلو، انا عايزه احول الكيلو لجرام. فانا في طريقتين هكتبهم بيها وبراحتك. انا يعني لو هكتب 1 كيلو جرام، يبقى انا هكتب 1 كيلو جرام على 1000، ان انا احول الكيلو ل1000. تمام كده. طب لو انا عايز اعكسهم، هبدا بال1000 الاول، يبقى هكتب 1000 جرام لكل واحد. فاكره فاكره المعدل الوحده أيوة هو ال1000 دول لكل مين؟ مش لكل واحد. ال1000 أيوة دول كل واحد كيلو جرام، فانا هكتبها كده. لو كتبت 1000، يبقى اقول 1000 لكل واحد كيلو جرام. طب لو انا عايزه اعكس، ممكن اقول 1 كيلو جرام لكل 1000 جرام. يعني انا معامل التحويل يا هكتبه كده يا هكتبه كده. خلاص كده. طب المتر والسنتي، المتر فيه كام سنتي؟ البيتر في بيت طب يبقى انا هكتب كده 1 متر، 1 متر. طب هو الواحد متر ده لكل مين؟
لكل 100 سنتي يبقى تحت 100 سنتي. طب لو انا عايزة اقلبها يبقى انا هكتب الاول مين الميت ايه 100 مل، 100 سنتي لكل ايه، لكل متر. فهي العلامة العلى دي بتتقري الكل، فاهماني؟ زي معدل الوحدة اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، انا بقول 1 كيلو جرام لكل 1000، انا بحطهم تحت بعض. لو انا عايزة اقول 100 الاول يبقى اقول 100 سنتي لكل 1 متر. طب الساعة للدقيقة هتقوليها ازاي؟ لان دي مش موجودة، اقراها لي كده. الساعة والدقيقة، ساعة لكل 60 دقيقة، أو الطريقة التانية. دقيقة لكل ساعة. خلاص كده اتفقنا، اهي سهل ولا صعب؟ يلا بينا نبدأ نحل. احنا معانا في تدريبات اصلا في الكتاب بتاعك لو عايزة تفتحيه ونقعد نحل منه. ثواني اقولك صفحة كام. نحل شوية والباقي يبقى عادي لو نشوف. طيب لما اجي احول دلوقتي، لما اجي احول 5 كيلو جرام الى جرامات، هو احنا قايلين ان الكيلو فيه كام جرام؟ في ألف 1000، صح كده؟ في كام؟ 1000. طب ألف لما اجي استخدم، هو احنا عارفين خلاص، يبقى الخمسة فيهم كام؟ ال5 كيلو جرام يبقى فيهم كام؟ 5000. 5000. انا عارفه ان هو 5000، بس هو قال لي باستخدام معامل التحويل. يعني ايه معامل التحويل؟ ان انا بكتب الوحده المطلوبه، اللي هي الوحده المطلوبه اللي هو اصلا طالبها مني، على الوحده المعطاه اللي هو مديها لي. يعني مثلا انا دلوقتي انا هضرب هنا الكميه اللي هو مديها لي، مثلا لو اداني مثلا 8، لو عايز 8 بقول 8 في معامل التحويل هنا. اه قال لي من كيلو جرام لجرام. طب هو الكيلو جرام قلنا فيه 1000، يبقى اقول 1000 لكل 1 كيلو جرام. اتفقنا كده؟ تمام. احنا عارفين ان الثمانية فيهم 8000. طب لو قلت لك الخمسة يبقى فيهم كام؟ الخمسة فيهم كام؟ 5000، 5000. لو ستة فيهم كام؟ 6000، طب لو اتنين فيهم كام؟ 2000. 2000. الطريقة بقى ازاي؟ احنا عارفين الرقم. لا هو بيقولي بقى ما تقوليش كده، انا اقول الثمانية في، احنا عارفين فيها 1000، يبقى اقول 1000، ما اقولش في 1000 بس، لا اقول 1000 لكل 1 كيلو جرام. هو ده معامل التحويل، ان انا لازم اكتب معامل التحويل جنبه. اتفقنا؟ طب لو 7 هكتب ايه؟ قولي لي انت كده. هيبقى 700. لا ما احنا انا عايزه 7 كيلو جرام، يعني نفس السؤال، لو 7 كيلو جرام كيلو جرامات، احنا عارفين ان الكيلو فيه كام؟ ها؟ الكيلو اه في كام؟ لحظة واحدة، في ألف لسه متر. لا لا، في 1000، صح كده؟ طيب ألف يبقى انا هقول 7 في كام؟ 7 في 1000، 7000. ماشي، ما انا هقول 1000. لا هو عايز باستخدام معامل التحويل، يبقى انا هقول 1000 جرام، وتحت اقوم قايله لكل 1 كيلو ايه. هي دي الطريقه كيلو اللي انا متر. لازم اكتبها باستخدام معامل التحويل. هو ده معامل التحويل، ان انا هاخد الكميه اللي هو يديها لي اللي هو طالبها مني واضربها في معامل التحويل. هو اه قال لي من كيلو لجرام يبقى 1000، يبقى 1000 لكل 1 كيلو جرام. اتفقنا؟ طب لو كان العكس، من جرام لكيلو جرام، يبقى انا هبدأ الاول بالايه؟ معايا؟ مش بالجراف مركزة صح؟ مش مركزة، حاساكي مش مركزة، مش عارفة ليه. لفة؟ ايوه صعب شوية. صعبة شوية. طب بصي سيبك من ده كده، تعالي في الكتاب انت لما تيجي تحليها بإيديكي الموضوع هيختلف شوية. ايه؟ بابا حر هو حرف؟ تعالي تعالي نحلها أحسن كده، يعني في الكتاب بتاعك هتفهميها أكتر. ثانية واحدة كده، تحيي لي صفحة 85 مفتوحة، مفتوحة. انت فاتحاها؟ أنا كنت فاتحة الدرس فقلبت الصفحة واحدة. برافو عليك، اهي. طب تعالي نحل، نبدأ بأول سؤال. وأول سؤال بيقولك ايه؟ ده علامة ايه؟
علامة صح، بين ما يمثل معامل التحويل. ايه يعني ايه ما يمثل معامل التحويل؟ يعني ايه؟ اللي هو الحاجة الصح دي، طيب الأولى ديت طب احنا هتبقى صح. ماشي، احنا اتفقنا بس معامل التحويل اللي هو النسبة اللي انا هحول عليها على كام، مثلا 100 سنتي لكل واحد متر، 1000 كيلو جرام لكل واحد، 1000 جرام لكل واحد، اتفقنا كده؟ ده احنا متفقين عليه، ونعرف بس نفرق ما بينهم. يا بصي البتاع ده عايزة تحفظ أصلا، درس لا هو بس. مش حكاية تتحفظ القوانين الأرقام بتاعته، بس احنا لو راجعناها مرة على التانية هتلاقي نفسك بتحفظيها لوحدك، احنا بس نحل عليها مرتين تلاتة. طب تعالي كده يلا نحل أول واحدة، ده كده معامل تحويل ولا مش معامل تحويل؟ قال لك 100 لكل 1 متر صح؟ المتر في ال 100 سنتي فيهم واحد صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ هو المتر في كام؟ اسمع قلتي كده مش حافظاه. طب ماشي، ما احنا هنحفظها مع بعض عادي خالص، هنحفظها واحدة واحدة. مش احنا قايلين المتر، المتر ده الصغير فيه كام سنتي المتر؟ 5 سنتي. لحظة، المتر مية. فيه كام؟ 100. طب لو انا قلت لك 100 لكل واحد متر صح ولا غلط؟ صح. بس ماشي. طب هو الكيلو جرام فيه كام جرام؟ ألف طب هو كاتب لك 1 كيلو جرام لكل 1000، دي صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو عليك. طب تعالي السؤال اللي بعدها، انت اللي هتقوليه على فكرة، انت اللي هتجاوبيه. شوفي ده لا كده ده معامل غلط يا تحويل. بنت. هو ايه اللي جاب لي جاب؟ هو واللي ايه جاب اللي جاب 3 ايام الايام اللي جاب؟ بس كده اديكي فهمتي. اهو هي بصي، ينفع 3 ايام لكل كيلو متر؟ لا لا، يبقى دي غلط. واللي بعدها صح. ينفع اليوم مع الكيلو متر؟ لا يبقى ما ينفعش لا طبعا. طب اللي بعدها الساعة لكل دقيقة صح، برافو صح. عليكي. طب اللي بعدها 2 طن ل5 كيلو جرام، خطأ. طب اللي بعدها 6 متر لكل 9 متر، هو في حاجة اسمها 6 متر لكل 9 متر؟ غلط. طب يلا اللي بعدها، اللي دي صح. اليوم في 24، صح برافو عليكي. طيب الرقم ح، ال21 أسبوع فيهم 7 أيام، لا ده الأسبوع الواحد، لو قال لي أسبوع فيه 7 كنت أقول له ماشي، يبقى دي كده ده لأ. كده 3 أسابيع فيهم 21. برافو عليك. طب تعالي السؤال اللي بعده، الألف ملي في لتر، هو اللتر الواحد فيه كام ملي؟ لتر فيه 100. لأ بص، انا عندك اللي زي ألف ألف بعضيهم، ألف 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 ألف. اللي زي بعضيهم الكيلو متر والكيلو جرام والطن الألف واللتر، في نصها ألف. يبقى الألف ملي في لتر واحد، ده صح ولا غلط؟ صح، برافو عليك. طب هي ال60 دقيقة فيها ثانية واحدة؟ لا كان العكس كنا هنقول اه، الدقيقة فيها 60 ثانية، فهمنا كده؟ طب تمام. نيجي للي بعده، هو 7 متر، عايز يحول المتر لسنتي، هو المتر فيه كام؟ لسه قايلينها فوق، المتر فيه 100 سنتي. يبقى هنا هتكتبي 100، 100 لكل ايه؟ هي 100 دي بتاعت كام متر؟ لكل متر واحد. بس كده، يبقى 100 على 1، خلص. يبقى 7 متر في 100 على 1 فيها الكام؟ هي دي بس هتبقى 100 على 1، 100 على 1، برافو عليك. اضربي 7 في 100، 700. 700 على 1 يبقى 700 سنتي. طب تعالي رقم ب، بس ماشي هنا العكس بقى، عايز يحول من جرام لكيلو جرام. طب من جرام لكيلو جرام، هو الكيلو جرام فيه كام جرام؟ في 1000. طب هنا كتب لك كيلو جرام، يبقى هكتب فوق الألف ولا واحد؟ ألف. طب هو كتب لك هنا جرام ولا آه كيلو؟ لا 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 لا، ألفت فوق الواحد وتحت الألف. بس كده، برافو عليك، كده انتي ابتديتي تفهمي.
ليه؟ عشان فوق هو الواحد كيلو جرام هو اللي فيه 1000، مش ال1000 هما اللي فيهم واحد. طب لما نيجي نضرب بقى، بنضرب كأنك بتضربي 25000 في واحد، 25000 في واحد كأنك بتضربي ده بده، فيها الكام؟ 25,000 بس فيها ال25، كأني بقى هقسم 25000 اهو على ال1000، 25000 على ال1000. أول حاجة نعملها بنطير الأصفار مع إيه؟ طير الأصفار مع بعض هيبقى فيها 25. برافو عليك شاطر، يبقى 25. لما نبتدي نحل هتفهمي أكتر. طب هو إيه بس اللتر كده سهل، إيه؟ إذا بقى سهل. كده بقى سهل. طب الحمد لله يا رب دايما. طب يلا السؤال اللي بعده، اللتر فيه كام ملي؟ يعني كاتب لي فوق ملي أهو، اللتر فيه كام ملي؟ مية. لا قلنا، اهو الثلاثة اللي زي بعض اه قلنا الكبار. 10. لا لتر، كيلومتر، ألف ألف جرام، تن، الثلاثة دول من الناس ألف الأغنياء. ألف ألف هي ألف اتقسمت ناس أغنياء وناس فقير. الأغنياء مين؟ اللي هم الطن وليهم كده مع بعض، هم أربعة دول اللي بيبقى فيهم 1000. مين ومين ومين ومين؟ إيه الكيلومتر وإيه تاني؟ والسن وايه تاني؟ واللتر وايه تاني؟ والكيلوغرام. برافو عليك. التلاتة دول اسمهم الأغنياء. طب مين هم الأغنياء يا ميس؟ الأغنياء دول اللي هم فيهم الألف. يبقى لما أجي أقول لتر، اللتر فيه كام مللي؟ كاتب لي فوق مللي لتر، يبقى فيه كام مللي لتر؟ اللتر، ها؟ لسه قايلاه؟ 1000 1000. يبقى هكتب فوق 1000 ولا الواحد؟ ألف تحت 1000 الواحد. وتحت، وتحت الواحد. طب اضرب دي ازاي؟ احنا كنا بناخدها بقى السنة اللي فاتت، 2.55 في 1000، فاكرة ولا مش فاكرة خالص؟ ازاي اضرب عدد 10 في 1000؟ الكلام ده بتاع سنة عدد خمسة العشرية بس ايه؟ هنشتري عدد العشرة. هنشيله بعدين. لا مش قصدي كده، هنشتري البوينت، هنشيلها؟ طب هنشتري البوينت ونرجع نضرب ونرجع نحطها، فاحنا لسه واخدينها السنة دي. لا مش دي، ده الضرب التاني ده. ده لا، ده انت دخلتي درسين في بعض يا رداينة. لا بصي يا رداينة، تعالي كده بس افهمك قاعدة كده بس مهمة، اجيب بس صفحة كده اهي. بصي يا رداينة، انت لما تي اللي انت الكلام اللي انت قلتيه ده امتى؟ لما اجي اضرب 2 مثلا بوينت 5.5 في 3 مثلا بوينت 0، لما اجي اضرب 2.3 في 5.4، هنا لما اجي اضرب ده في ده بشيل العلامات، ادي 2.3 في 5.4، اضرب وفي الاخر احط العلامات. ده اللي انت قلتيه، اتفقنا؟ ده اللي انا قصدي عليه. لا العلامة بقى ادي 2.55 مثلا في 1000، الضرب مثلا في 10، 2.5 في 100، 2 مثلا بوينت 3 في 1000، 3.5 في 10. بيقول لي ايه بقى؟ لما اجي اضرب في العلامات العشرية، العلامة بتتحرك الناحية دي جهة اليمين بعدد الأصفار. يعني هنا أنا ضربة هنا في كام؟ أول سؤال افتكرتها. ده بتاع سنة خمسة الترم الأولاني، خلاص كده ده بتاع سنة خمسة الترم الأول، الضرب بالعلامة العشرية، الضرب في 100 و1000 و10. فبنعمل ايه هنا؟ العلامة بتتحرك. طب أنا هنا ضربة في كام؟ بس بصي، هنخلي احنا نرجع العلامة لورا ثلاث مرات، برافو يعني عليك. طب نحط مفيش، صفر. برافو عليك، هنحط صفر ليه؟ عشان مفيش غير مرة اتنين، يبقى في التالتة احط صفر. برافو عليك، برافو عليك يا رضا. يبقى الرقم هيبقى كام؟ 2.55 زيرو، 2550. اتفقنا كده؟ عايزة حل دي. طب حل انت دي، انا ضربة هنا بقى في 100. مش هنرجع البويت 2 لورا، هنحط زيرو وزيرو تاني.
لا ايه بص لحظة، حطيتي 2 0 ليه بقى؟ هو المفروض ان انا هحركها مرتين. طب ما في مرة اهي، خلي بالك انا بعد الرقم كأنه مرة، لا زي حط 0 1 يبقى 0 1. يبقى الرقم هيبقى كام؟ 200 وكام؟ 250 ماشي. طب اللي تحتها بقى كده. توزير 2 0 والعلامة نشيلها خالص. ماشي، أي يبقى 2300. طب اللي بعدها الحركة العلامة مرة واحدة هنا بس يبقى هنا وهنا ملهاش لازمة، يبقى الرقم هيبقى كام؟ 36. خلاص كده افتكرنا. أي يلا بقى نحل اللي احنا اصلا كنا واقفين عندها. احنا كنا واقفين عند رقم جيم، احنا قلنا هنضرب في 1000. ما جبنا اختبار يا بص حل طب يا ميس لما نفهم نحل على الدرس. طب يا ميس اختبار على أنهي درس؟ إيه على قبل كده، دوس من قبل كده قصدك اختبار بتاع الشهر؟ عادي، طيب بس ماشي حدد لي بقى حاجة بقى مش في كتاب السلام. تمام، ماشي حاضر، ابعت لك اختبار تاني يا ستي. ماشي، عينيا ليكي يا رودينا اللي انت تطلبيه. طب يلا بينا نحل دي. طب نكمل، طب بقية الدرس نحل عشان نعرف نحل الواجب، لان الصفحة دي واجب واللي وراها واجب. ليش هيك؟ ايه يلا طيب؟ هنضرب في 1000 هنا، 2.55 نضربها في 1000. هرجع البوينت مرتين لورا يا ونحط زيرو. ماشي، يبقى 2.55. برافو عليك. يلا رقم دال من سنتي الملي. من فوق طب هو الفيديو السنتي فيه كام ملي؟ مش على وضعي الناس ده السنة اللي فاتت. اه، وفي رابعة على فكرة برضو، يعني انا بدي الاولاد في رابعة. السنتي فيه كام ملي؟ السنتي الواحد صغنون في كام؟ لحظة واحدة، بصي لو عايزة تحفظيهم هما سهلين، انا احفظ بس ان المتر بس في فيه 10 متر مللي بس. ماشي، لو عايزة تحفظيهم ابقى عارفة بس ان المتر فيه 100 سنتي، والاربعة الكبار اللي هما الكيلو متر والطن واللتر والكيلو جرام، دول الكبار اللي فيهم 1000. طب اجي بقى للسنتي والملي والديسي متر، دول اللي فيهم 10. يعني السنتي هنا فيه كام ملي؟ تقولي لي فيه 10، يبقى انا هكتب فوق 10 ولا الواحد؟ فوق ال10 وتحت الواحد يبقى 10 لكل واحد، يبقى هنضرب 9 في كام؟ 9 في 10 ب90 بس كده خلص. شفت سهل ولا صعب؟ يبقى سهل. 90 ملي. طب تعالي رقم ه، اعمليها انت لوحدك. الكيلو جرام فيه كام طن؟ هو ينفع هو الطن هو اللي فيه كيلو جرام ولا الكيلو جرام هو اللي فيه طن؟ الطن هو اللي فيه الكيلوجرام، ايه؟ الطن هو اللي فيه الكيلوجرام. طب يعني هنا قدام الطن هكتب بقى هنا الألف ولا هكتب الواحد؟ 1000 لا، ما احنا انت قلتي الطن هو اللي فيه كيلو ثانية. جرام مش أيوة 1 ودي 1000. بس كده. ليه؟ علشان هنا الطن هو الكبير، يبقى الواحد في 1000، يبقى هكتب هنا الواحد. طب نقسم ازاي بقى؟ نرجع بقى للقسمة تاني على العلامة العشرية، يبقى انا هكتب هنا الواحد وتحت يا الألف. بس مفيش علامات عشرية أصلا. ما احنا هنحط، ما احنا هنقسم على 1000. مش انت كده فهمت الضرب؟ أيوة طب تيجي نفهم القسمة. بصي يا ستي، نمسح كده وتعالي نرجع. نفس الكلام لما اجي اقسم على 10، هو الدرس كان فيه قسمة وضرب وقسمة. لما اجي ثواني بس القلم، اجي كده على 10 على 100
على ألف. على ألف. اتنين. على 100. بنعمل ايه هنا بقى؟ على 100. بص، هو في الضرب كانت العلامة بتتحرك يمين ولا شمال؟ يمين. هنا في القسمة بقى امشي العكس، يعني هنا تتحرك شمال وهنا العلامة بيبقى ليها لازمة، يعني ما بشيلهاش. يعني في الضرب العلامة كده كده لما بتمشي يمين ومفيش بعدها رقم بنشيلها خالص، ما بيبقاش ليها لازمة. لا هنا يبقى ليها لازمة. طب انا هنا هقسم على 100، يبقى العلامة تتحرك كم مرة؟ بتتحرك مرتين. طب ادي مرة. طب التانية مش موجودة، يبقى احط مكانها ايه؟ ها؟ معايا؟ ألو؟ ألو رودينا، ألو ألو رودينا، هلو هلو